وللحديث أكثر عن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران ينضم إلينا نوري حمزة، كاتب صحفي أحوازي عبر سكايب من ستوكهولم. أهلا بك معنا سيد حمزة. أهلا بكم، مساء الخير. أهلا بك سيد حمزة. يعني بحسب الخارجية الأمريكية فإنه ليس من مصلحة الأمن القومي لأمريكا رفع العقوبات عن إيران، ما الذي يفهم من هذا التصريح؟ وهل فعلا خيب آمال طهران في الإدارة التي لطالما يعني كما تعلم غازلتها قبل الوصول للبيت الأبيض؟ الذي يفهم من هذا التصريح أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض والبدء بعمل الإدارة الجديدة أصبحت أكثر واقعية، حيث تلقت تقريرات مؤكدة من الوزارات المختلفة والاستخبارات المركزية الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية وكذلك عبر سفيرها في منظمة الطاقة الذرية أن إيران قريبة جدا من صناعة القنبلة النووية. فإلى ذلك اليوم بايدن أصبح أمام واقع جديد، والعالم اليوم يختلف عن عالم 2015 حيث اتفقت إيران مع الدول 5+1، بين قوسين هؤلاء 5+1 كلجنة مساعي حميدة ما بين الأمم المتحدة ومنظمة الطاقة الذرية من جهة، إيران من جهة أخرى. من هذا الباب نرى أن إيران اليوم أصبحت أكثر محرجة أمام ما يحدث. ففي الواقع اليوم البيت الأبيض أمام واقع جديد كما أشرت، ومن المؤكد ستمضي الإدارة الجديدة بما عملت ترامب، إدارة ترامب، وإلا أن إيران تغير من سياساتها ومن نهجها في تطوير وعملية تخصيب اليورانيوم وهكذا في كل عملياتها فيما يتعلق بمساعيها لصنع القنبلة الذرية. يعني ذهب البعض أنه لربما تترحم فعلا إيران على أيام ترامب أمام ولاية جو بايدن، هل تتفق مع هذا التوجه؟ وما هي خيارات إيران للتعامل مع الإدارة الجديدة؟ لا أرى خيارات حقوقية أمام إيران في هذا الموضوع، حيث أن الاتفاق الذي كتب في 2015 وهو يكرس في 150 صفحة ليست معاهدة حقوقية تمكن إيران أن تراجع محكمة دولية تقدم شكوى ضد أمريكا أو غيره، والعكس أيضا صحيح، وإنما هو هذا اتفاق لعبت فيه دور الولايات المتحدة أي إدارة أوباما وكذلك دول أوروبية أخرى، تركيا الأوروبية، فكل هؤلاء كانوا كلجنة مساعي حميدة توافق بين إيران من جهة والمنظمة الطاقة الذرية ومجلس الأمن. اليوم إيران هناك تقارير تشير وتؤكد أن إيران اخترقت هذه كل ما وقعت عليه في السنين الخمسة الماضية. فحين إيران تخترق هذا الاتفاق معناته الآخر يحق للولايات المتحدة الخروج من الاتفاق أيضا وعودة كل العقوبات ووضع عقوبات جديدة، وهذا ما وضعها في الواقع وما عملها الرئيس السابق ترامب، واليوم على نهجه يجب أن يستمر بايدن الواقع كاستجواب لكل المنظمات الاستخباراتية التي تقدم لها المعلومات المستحدثة والجديدة حيال الملف النووي الإيراني والعملية النووية في إيران بشكل عام من جهة أخرى، من جهة ومن جهة أخرى هناك أيضا اللوبيات المستقرة في واشنطن لدى دول المنطقة القريبة من إيران ولديها مشاكل سياسية وجغرافية وعسكرية وأمنية مع إيران. كل هذه الضغوطات أيضا تحيط بالبيت الأبيض وتحيط بإدارة بايدن، فتوجه إدارة بايدن نحو هذا القرار الجديد. بالمقابل طهران لا لديها إلا أن تستسلم للواقع الجديد وتعمل أو تتأقلم مع هذا الواقع الجديد. طيب، ولكن يعني تقول أنه ليس لديها إلا الاستسلام إيران، بالمقابل
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أكد بأن بلاده لن تقبل أو لن تستجيب لمطالب أمريكا بالعدول عن تسريع البرنامج النووي الإيراني إلا بعد رفع العقوبات. هنا السؤال، على ماذا تعول طهران بهذه التصريحات التي لربما تعتبر جريئة لممثل علاقاتها الخارجية؟ هل هي مجرد تصريحات إعلامية أم ماذا؟ إيران لديها القنوات السابقة، ربما تستخدم قنواتها السابقة في أي الالتفاف على العقوبات بشكل وآخر. ولو انتبهنا لسفر ظريف خلال هذه الأيام، هو لف دول القواد وانتهى سفره في إسطنبول في تركيا، بمعنى أنه طهران تريد أن تفتح قنوات اقتصادية وهكذا لتفادي هذه العقوبات الموجودة التي قد تستمر من قبل إدارة بايدن على طهران. هذا ما تعمله إيران اليوم، وتحاول أيضا تحسن من علاقاتها مع دول أخرى في الخليج وكذا مكان آخر لتسويق شيء ما من النفط وإذا إلى آخره. وإلا أنه على المستوى الرسمي والأسواق الأوروبية، أوروبا ستكون أكثر صارمة من السابق، لأنه التغييرات التقارير الاستخباراتية تؤكد تطورات حصلت في الملف النووي الإيراني فيما يتعلق بقرب إيران لصناعة القنبلة النووية. نعم، إذن نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي كنت ضيفنا عبر سكايب من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.